إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم اجعل هذا المجلس مجلس علم وفائدة، وهذه الدورة التي نجتمع لأجلها هي دورة في مسائل العقيدة، في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي لعلم من أعلام أهل السنة والجماعة، فقد لخص مسائل مهمة من عقيدة أهل السنة والجماعة في منظومة شعرية، وسميت هذه المنظومة بالحائية، لأن حرف الروي الأخير منها هو حرف الحاء، فسميت بالحائية. وهذا الإمام قضى شطراً من عمره في القرن الثالث الهجري، فهو تلقى العلم في القرون الثلاثة المفضلة الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والقرن الذي بعده هو قرن التابعين، وقرن التابعين القرن الثالث هو قرن أتباع التابعين، وكان آخر أتباع التابعين وفاة في عام 2075 أو 57. وهذا العلم الذي ندرس الآن كتابه مولود عام 320، ومتوفى عام مولود عام 230، وعاش حتى عام 316. فهو تلقى العلم في بداية الطلب وتمرس فيه في عهد أتباع التابعين، فنرجو أن يكون أدركته بركة القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وقد اعتنى ببيان مسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة المباركة هي عقيدة الصحابة ومن تتلمذ عليهم ومن تتلمذ على تلاميذهم، ولذلك هذه العقيدة في الفرق هي كأمة الإسلام بين الأمم، فهي العقيدة المزكاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم بافتراق الفرق الذي قدره الله كوناً وقدراً، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة،
هم الذين ساروا على هذا المنهج، وحماية المسلمين من الانحراف إنما يكون باتباع هذا المنهج، فإن الانحرافات حدثت قديماً، حدثت في أواخر عهد الصحابة، حدثت البدع وحدثت الزندقة، لكنها مقموعة، فإنه قد حدثت الخوارج في خلافة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحصلت في أو قبل خلافته بقليل الثورة على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من الشهداء لأنه قتل ظلما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد وتبعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من أمور الغيب التي هي من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد استشهد عمر ثم استشهد عثمان، فحدثت البدعة الأولى من الخوارج، والخوارج يقوم مذهبهم على عدم اعتماد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يوافق أهواءهم، مع أنهم يقرؤون القرآن، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم، وهذا أيضا من دلائل نبوته، وأنهم يكثرون الصيام ويكثرون القراءة، بل قال: تحقرون صيامكم عند صيامهم، وصلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذلك لأنهم ابتعدوا عن الجيل الصالح، ابتعدوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا قوله. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه جاء إليهم وناظرهم وقال: أتيت من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد، فدل على أن هذه البدعة الكبيرة حمى الله منها الصحابة، فلم يكن أحد من الصحابة مع هذا الصنف من المبتدعة. وكان مما يقوم مذهبهم عليه أنهم يأخذون آيات نزلت في الكفار وفي الكفر وينزلونها على المسلمين، ولهذا كفروا مرتكب الكبيرة، واستحلوا بذلك دماء الصحابة ويظنون أنهم على هدى. فهذه البدعة الشنيعة حدثت في أواخر عهد الصحابة، وحدثت البدعة الزندقية التي منشأها من الزنادقة، وهي من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام في خلافة عثمان بن عفان، وهو لا يريد الإسلام، وإنما يريد أن يصرف المسلمين عن دينهم، فكان من أتباعه زنادقة ادعوا أن الله حل في علي، ولذلك لما رأوا علي بن أبي طالب سجدوا له وقالوا له: أنت أنت. فقال: من أنا؟ قالوا: أنت الله.
فقال: كيف أكون أنا الله وأنا بشر، أمشي في الأرض آكل الطعام، كيف أكون أنا الله؟ فأصروا على زندقتهم، فأمر بإشعال النار في حطب وأحرقهم. وذكر قصتهم البخاري في صحيحه، فقال: أُتي بزنادقة فحرقهم، فسماهم زنادقة لأنهم تظاهروا بالإسلام ثم جاءوا بما ينقض الإسلام، وأجمع الصحابة على قتل هؤلاء الزنادقة، ولكنهم رأوا أن قتلهم إنما يكون بالسيف وليس بالتحريق، لحديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه البدع ظهرت صغيراً، وكان المنهج الصحيح لمقاومة البدع بكل أشكالها وألوانها، سواء بدع من الكبائر أو سواء كانت بدع من الزندقة أو نحو ذلك، فإنما العاصم منها هو السير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا فإن معالجة الانحراف في أي زمن إنما تكون بالمعالجة الذي عالج بها أهل الخير والصلاح من الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن المرء لا يعجب الآن عندما تحدث انحرافات ويلتفت الناس إلى علاجها ويريدون أن يحولوا بينها وبين التأثير في المجتمع الإسلامي، ثم يتركون علاج الصحابة لهذا الأمر. فإن كثيراً من الذين يكتبون عن الأمن الفكري في هذا الزمان أو يحاضرون عن الأمن الفكري هم يتخبطون في العلاج، وقد يأتون بدل العلاج بمرض، وقد يسندون العلاج إلى مريض والمريض لا يعالج. المرض يحتاج إلى طبيب يعرف الدواء. فإن الذين يتصدون أحياناً لمعالجة ظاهرة الإرهاب ويريدون أن يؤمنوا المجتمع المسلم من هذا الانحراف الخطير، ربما يكون بعضهم منحرف عقائدياً، ربما يكون بعضهم من أهل البدع أصلاً يكون من أهل التصوف ونحو ذلك، بل ربما يكون بعضهم من الذين يشربون من مشارب الزنادقة، فهو لا يأتي بعلاج صحيح. والعلاج هو في اتباع عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة عالجوا كل الانحرافات التي مرت معهم كما يتضح لنا من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فإنه ما تمر بدعة على المسلمين إلا ويعالجونها بالوحي. ولهذا لما حدثت بدعة القدرية وكانت في أواخر زمن الصحابة أيضاً، وجاءوا إلى من وجدوه من الصحابة يسألونه عنها، فإنه عالج هذه البدعة بالوحي وذكر لهم حديث جبريل عليه السلام الذي تكلم عن أركان الإيمان وفيها الإيمان بالقدر خيره وشره، وبين أن هذه الفرقة المبتدعة لم تفهم معنى هذا الحديث وحرفت في هذا الحديث. وفي زمن المؤلف هذا حصلت بدع كثيرة،
ومن قبل ذلك فإن الفرق البدعية والزندقية انتشرت في المجتمع المسلم، لكنها في حال قوة أهل السنة والجماعة فإنها تضعف وتكون مقموعة، وفي حال يحصل ضعف وتهاون في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة فإنها تظهر وتتعاظم. وأشر ما يكون لو أن أهل البدع أثروا على بعض ولاة المسلمين، فإنهم إذا أثروا على بعض ولاة المسلمين فإنهم يستقوون بالسلطان في نشرها، والناس إما أن يسكتوا عن الحق خوفاً وإما أن يتكلموا بالباطل رغبة، إما أن يرغبوا فيما عند السلطان المنحرف وإما أن يخافوا من السلطان المنحرف. وكان من أعظم ما حصل ذلك في عهد المأمون الخليفة العباسي الذي تبنى نشر عقيدة القول بخلق القرآن، وتبناها بقوة وحاول أن يكره الناس عليها بقوة السلطان. والسبب أن بطانته كانت منحرفة، فإنه جاء برؤوس المعتزلة وكانوا هم الذين يأمرون وينهون وهم الذين يلقنونه العقائد، وقد مهد لذلك بتمهيد خبيث، وهذا التمهيد هما أنه أقنعوه بفائدة الاطلاع على تراث الأمم، فترجموا كتب الفلسفة وكتب علم الكلام ونشروها نشراً كثيراً فأثرت على كثير من المسلمين. وهذه الثقافات التي أصلها ثقافات شركية وبدعية فهي خطيرة على المسلمين، ولذلك يجب حماية المسلمين منها كما يحمى الأصحاء من المرضى. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقمعون كل مبتدع يريد أن يؤثر في عقائد المسلمين ولا يقبلون له قولاً، بل وصل الأمر ببعض أمراء المسلمين أنه قتلوا من كان على هذه الشاكلة، أعني شاكلة ترويج البدع. ولهذا لما تبنى كبر مقولة التعطيل رجل يسمى الجعد بن درهم، وكان يأتي بالشبه وينكر أن الله كلم موسى تكليما وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، فلما اشتد خطره وكان له أتباع، وكان من أتباعه رجل يسمى الجهم بن صفوان، فلما عرف المسلمون حقيقة مقولته جاء به أمير العراق في صلاة يوم العيد، والناس صلاة عيد الأضحى، ثم بعد أن انتهى من الصلاة ومن الخطبة قال للناس: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وهذه البدعة بعينها هي التي أثرت على المأمون وعلى بطانته حتى دعوا إلى ما دعوا إليه. فهذا يجعلنا نؤكد على طلاب العلم
وعلى غيرهم أن يهتموا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهي العاصمة من الانحرافات وهي العلاج لها. ولذلك أيضاً كل من يريد أن يساهم في الأمن الفكري للأمة أن يكون ممن يتبنون عقيدة أهل السنة والجماعة قولاً وفعلاً، ولا تكون هذه لمن لا يفقه كيف يعالج، لأنه قد يخرج الناس من بدعة إلى بدعة، ويكون أحيان علاجه أضر على الناس من البدعة التي يريد أن يعالجها، فقد يخرجهم من البدعة المغلظة إلى الزندقة إن كان قد تفقه على مذاهب زندقية. والمجتمعات الآن تعج بانحرافات كثيرة، والمخرج الوحيد منها هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعالجة المشكلات بهذا. وأي علاج لا ينبع من الكتاب والسنة فإنه لن يعالج البتة. أي علاج لا ينبع من الكتاب والسنة فإنه لن يعالج. ولهذا بدأ هذا المؤلف في هذه المنظومة، بدأ بالأمر بالاعتماد على الكتاب والسنة. وهذه المنظومة كتبها المؤلف في زمنه وأخذها عنه تلاميذه، وكان من تلاميذه الدارقطني، ومن تلاميذه الأجري، ومن تلاميذه ابن بطة. ولهذا فهذه القصيدة ثابتة عنه، نقلها الذهبي في كتاب العلو، نقل هذه القصيدة في كتابه عن العلو لله سبحانه وتعالى، ونقل عنها ابن القيم في نونيته، وشرحها ابن بطة، وذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، فهي ثابتة عنه. والرجل إمام وابن إمام، فإن أباه سليمان ابن الأشعث السجستاني صاحب السنن، سنن أبي داود، فهذا هو والده، وهو اسمه عبد الله، وكنيته أبو بكر، وله سمعة حسنة عند العلماء. ويدل على هذا هذه القصيدة التي أمر فيها بمنهج أهل السنة والجماعة. وكلما اشتدت مصائب أهل البدع على الأمة فإنهم يجتهدون في ردها بإبراز عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا تجدونهم كتبوا عن السنة كتب بمسمى السنة، والمراد بها السنة في العقيدة، وكتبوا باسم الشريعة، والمراد بها شريعة الإسلام الصافية، وكتبوا كتب بمسمى الاعتقاد، وكتبوا كتب بمسمى العقيدة، وكتبوا كتب بمسمى الإيمان، وكتبوا كتب بمسمى التوحيد. فكثرت المؤلفات كثرة تحفظ للناس دينهم. ولهذا نحن في هذا الزمن الذي حدث فيه انحرافات كما ترون، انحرافات الذين ينتسبون إلى المنهج الشيعي، وانحرافات الذين ينتسبون إلى المنهج الصوفي، وانحرافات الذين ينتمون إلى المنهج القومي الذي يثير نعرات الجاهلية ويعتز بالأصول القبلية أو اللغوية أو نحو ذلك. فكل اعتزاز وانتماء ليس للإسلام فهو مرفوض،
فهو من عمل أهل الجاهلية، وكذلك الانحرافات الليبرالية والانحرافات العلمانية ونحو ذلك من هذه الانحرافات التي تنخر في المجتمع، فلا معالجة لذلك إلا بفهم عقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها وبيان كلامهم وإيضاحه، حتى تبقى هذه العقيدة عدود وموارد صافية يردها الناس متى شاءوا. وأيضاً علينا أن نثق في وعد الله عز وجل بنصر الحق وأهله، وأن نعلم أنه مهما مر على المسلمين من انحرافات أو نحو ذلك فإن هذا الإسلام سيبقى، وأن هذا الدين سيبقى، وأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله له، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه. والذين الآن يحاولون تفسير الإسلام تفسيراً يسمونه تفسيراً عصرياً أو تفسيراً يناسب الحضارات المستعلية المتغطرسة التي تحاول تغيير ثوابت هذا الدين، فبعض من المنهزمين نفسياً يحاول أن يفسر الإسلام تفسيراً يلتقي مع الحضارة الغربية، فما تتجنبه الحضارة الغربية فهو يحاول أن يخرجه من أحكام الدين، مرة بدعوى الإنسانية، ومرة بدعوى التسامح، حتى أنه وصل بهم الأمر، أقصد أهل الانحراف هؤلاء، إلى أنهم جعلوا اليهود والنصارى والمسلمين رأوهم على عقيدة واحدة، وابتدعوا مسمى يسمونه الملة الإبراهيمية، وقالوا نحن أولاد إبراهيم، وإبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وهؤلاء يسبون كالنصارى مثلاً يسبون الله غاية السب والمذمة، يزعمون له ولد ويعبدون هذا الولد مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هؤلاء من الملة الإبراهيمية؟ لكن هذا الزيف وهذا التحريف، وإن سخرت له أقلام وسخر له أبواق، فإن الله حافظ دينه، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. ومعنى ظاهرين أن حجتهم ظاهرة وبينة، وكيف من تكون حجته من الوحي من الكتاب والسنة لا تكون ظاهرة وبينة؟ فمهما شوهوا ولبسوا فقد يتبعهم أناس لا شك، لأن حزب الشيطان كثير، ولذلك الآن هذه المناهج المنحرفة منتشرة، انحرافات الصوفية والقومية والعلمانية منتشرة، ويصطادون كثيراً من الخلق، لكن يبقى أن الحق الصراح لن يزول من الأرض، الحق الصراح لن يزول من الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى ضمن سلامة هذا الكتاب وسلامة الوحي من التحريف. هذا ما أحببت أن أذكر به في مقدمة قراءتنا لهذه المنظومة، ونبدأ في هذه المنظومة. تفضل تقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح. أعد البيتين الأولى. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، يعني أن سبب الفلاح هو أن تبتعد عن البدع، والنجاة من البدع تكون بالتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وحبل الله والوحي، والوحي هو قرآن وسنة، فإنما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين وهو وحي. وكان الصحابة يتلقون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على التسليم، ويعلمون أنه لا ينطق عن الهوى، ويعلمون أن ما جاء به حق. هذا مقتضى الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم. فهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعصمة فيهما، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فهذا فيه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بالكتاب والسنة فقط ما تجاوز إلى غيرهما فإنه معصوم من الوقوع في الزلل. والله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبموت الرسول صلى الله عليه وسلم قد تم أمران: الأمر الأول أن الدين قد كمل، الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة دينها. فما لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يكون دين بعده. وأن هذا الدين شامل لكل شيء، لا يخرج من هذا الدين شيء. ليس المراد بالدين الصلاة والزكاة والصوم فقط كما يظن بعض الناس. الدين شامل لكل شيء، شامل لأحكام الأسرة، شامل لأحكام البيع والشراء، شامل لأحكام السياسة وأحكام الحكم، شامل للحدود والجنايات، شامل للعبادات. لا يخرج من الإسلام شيء ولو قيد أنملة. ولم يكن للمسلمين مرجعية إلى أي شيء آخر يرجعون إليه. ولهذا لما جيء بورقة من التوراة فدفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتوراة الأصل فيها أنها كتاب من كتب الله عز وجل، فهي التي أنزلها على موسى، لكنه قد تلاعب بها أهل الكتاب فحرفوا بعضها وبعضها لم يحرف، لكن ما فيها من حق فإنه موجود في الإسلام، وما فيها من باطل فلا حاجة لنا فيه.
ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حياً، لأن ما عند موسى من الحق فهو في هذا الدين، وما حرفوه وألصقوه بدين موسى فإن موسى بريء منه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى. هم يظنون أنهم أتباع موسى، قال: لا، نحن أولى منكم بموسى، لأن الأنبياء على ملة واحدة وهي ملة التوحيد والحق، فهم على ملة واحدة. ولذلك كان فيه نسخ من التوراة وفيه نسخ من الإنجيل ونحو ذلك، فلم يبحث المسلمون عنها، ما بحث المسلمون عنها للاعتماد عليها، وإنما كان عند بعضهم أنه حصل من هذه الكتب فكان يحدث من بعضها مع عرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد، وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فمعنى ذلك أنه ليس من الأحكام التي يحتاج إليها الناس، وإنما هي من باب الوعظ والتذكير ونحو ذلك، فهذا يعني لا تصدق ولا تكذب، تكون من القصص الذي لا يصدق ولا يكذب. فدل على أن العصمة إنما تكون في الكتاب والسنة، والاعتصام إنما يكون بالكتاب والسنة، ومرجعية المسلمين هي للكتاب والسنة. ولم يحدث أن المسلمين طلبوا الهدى في دين غيرهم، لم يحدث أنهم طلبوا الهدى في دين غيرهم، إلا لما جاءت الفرق البدعية التي شوشت على المسلمين وادعوا أن الفلاسفة حكماء، وصاروا يأخذون كلام الفلاسفة ويحاولون أن يوفقوا بينه وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أثرت عليهم ووقعوا في التناقض. هذا قديما، الفرق القديمة البدعية. ولما تغير منهج الاستدلال وحسن التلقي من الكتاب والسنة فإن الانحرافات وجدت، وأضرب على ذلك مثال بأصحاب الكشف الصوفي. أصحاب الكشف الصوفي بدل من أن يأخذوا دينهم من الكتاب والسنة ظنوا أن هناك من الأولياء والعارفين من يفتح له الباب على اللوح المحفوظ، وأن يأخذ المعلومات من اللوح المحفوظ، ويقولون أن الولي تنطبع أو ينطبع في قلبه الحق من اللوح المحفوظ. ولهذا يقولون للمسلمين: أنتم تأخذون دينكم ميت عن ميت، ونحن نأخذه من الحي الذي لا يموت، يعني مباشرة. ولذلك أيضا يقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك. وهذه قوانين بدعية خطيرة جدا. إذا كان قلبك يحدثك عن ربك فما قيمة الرسل؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ الناس كلهم لهم قلوب، لكنه لا بد من الرسل يوضحون للناس ما أشكل عليهم. وأما قولهم أنه تنطبع في قلوبهم الحقائق فهذه وسوسة شيطانية، وكانوا يعتمدون لذلك كثرة السهر وكثرة الذكر زعموا، والبعد عن الناس وكثرة الجوع ونحو ذلك، حتى يأتيهم شيء من الهلوسة
فإذا جاءتهم هذه الهلوسة ظنوا أنها من حقائق الدين، ولهذا جاءوا بشيء والعياذ بالله من أفسد العقائد، حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم ظنوا أن الله حل في الكون، كحال الزنادقة الذين ذكرت لكم الذين سجدوا لعلي رضي الله عنه وظنوا أن الله سبحانه وتعالى اتحد بالخلق. وظهرت فلاسفة الصوفية الملاحدة كابن عربي والفارض ونحو ذلك، ظهر في أشعارهم هذه الزندقة، ولذلك قتل بعضهم مرتدا لأنه جاء بما يعارض الحق. أرأيتم من أين أتى الخلل؟ أتى من منهج التلقي، بدل من أن يتلقوا من الكتاب والسنة صاروا يتلقون عن طريق الكشف، ويتلقون عن طريق المنامات، ويأتون بالأكاذيب وتتلاعب بهم الشياطين، حتى أن بعضهم يقول أتاني الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاني كتابا ويذكر فيه أدعية، يقول قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم التزم بهذا الدعاء وقل هذا الدعاء ونحو ذلك، وهذا الأمر لا يقبل به إلا جاهل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة من هذا الحق الذي أعطاه لهذا المخرف؟ هذا لا يمكن البتة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره، حياة برزخية لا نعلم كيف هي، ولم يحدث أنه خرج للصحابة في أي مشكلة من المشكلات. حصل بين الصحابة حروب، حصل قضايا مهمة جدا، اختلفت اجتهاداتهم في كثير من المسائل، ما فكر أحد منهم أن يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله عن هذه المسائل، لأنه يعلم أنه بلغ البلاغ المبين والدين انتهى ولا يرجع إليه في قبره في هذه المسائل البت إطلاقا، ولا يأتي هو إلى أحد منهم. ولهذا هذه الخرافات ما نقلت عن صحابي البتة، تجدهم الآن يذكرون حكايات لكن كلها باطلة، يعني تجدهم الآن يتكلمون عن حكايات عن الأولياء والسادة ونحو ذلك، فيذكرون حكايات كلها باطلة، أسنادها باطلة لا أصل لها، وإن احتجوا أحيانا بدليل له سند صحيح فإنهم يحتجون به على غير معناه الصحيح، يعني ما أخذوا تفسيره من الصحابة ولا من التابعين، وإنما ركبوا له معنى، ركبوا له معنى من عندهم. وهذا ليس عند الصوفية فحسب، بل تجده عند الرافضة ومن نحى نحوهم من المتشيعين، فإنه يأتي إلى آية كريمة أو إلى حديث صحيح لكن يجعل له معنى باطلا. من أين أتى بالمعنى هذا؟ يضع له حكاية باطلة، قال فلان فهمه جعفر الصديق كذا، فهمه الحسين كذا، فهمه الحسن كذا، إلى غير ذلك من الترهات. ولذلك التلقي من الكتاب والسنة ركيزة ضامنة للسلامة من الوقوع في البدع، ركيزة مهمة. ولهذا علق في بيته الأخير قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إذا ولا تك بدعيا لعلك تفلح. والمبتدع هو الذي جاء بشيء ليس في دين الإسلام، لأنه جاء البدعة أن تبتدع شيئا جديدا، فهذه البدعة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
عضوا عليها بالنواجذ، وهذه عبارة تدل على شدة التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، والمراد بالخلفاء الراشدين الأربعة، فإن أهل السنة يجعلون الخلفاء الراشدين أربعة بالأدلة والأحاديث: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. فهؤلاء من أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة، وهم أيضاً أفضليتهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، وهذا يدل على تقوى الصحابة، فما كانوا يختارون للخلافة أحداً وفيه من هو أفضل منه، ما يختارون، لأن الذي يؤتمن على أمر المسلمين هو الذي يتقي الله عز وجل، الذي يتقي الله عز وجل ويخاف الله عز وجل هو الذي يؤتمن على أمور المسلمين، ولهذا ما يمكن أن يختاروا رجلاً أفضل ليس مفضولاً مع وجود الفاضل، فمن ثبت فضله وتحققت فيه شروط الخلافة وأنه الرجل القوي الأمين فهذا لا يقدمون غيره عليه. ولهذا لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أمركم في الستة الباقين من العشرة، من العشرة المبشرين بالجنة، فأمرهم أن ينتخبوا من الستة أفضلهم وأخيرهم على المنهج الخلافي الراشدي، هذا منهج الخلفاء الراشدون، يختارون للمسلمين أفضل الناس وأتقى الناس، ولهذا رتب الخلفاء في الفضل على الترتيب في الخلافة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني استمسك بها وشد عليها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هنا هذا تعريف البدع، أن شيء محدث ما عرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء ما عرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه محدث، حتى وإن كان صاحبه يظن أنه على طريق صحيح. ولهذا في زمن عبد الله بن مسعود الهذلي لما كان في العراق، فجاء مجموعة إلى المسجد من الناس قبل الفجر يذكرون الله ويسبحون ويهللون، لكنهم بطريقة استحدثوها جديدة، وهذه الطريقة أنهم يحددون عدداً، يأتي شخص يقول سبحوا الله 100، سبحوا الله 1000، مع أن كل ذكر لكن بهذا التحديد، وربما جاء بعضهم بحصى وصاروا يحسبون هذا التسبيح، يأتون بكومة من الحصى ويحسبون هذا التسبيح، والحصى كان موجود في المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا هدى كان الصحابة جابوا الحصى وصاروا يحسبون ويسبحون به. فذهب بعض تلاميذه واستقبلوه قبل أن يأتي إلى المسجد وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، رأينا في المسجد شيئا استنكرناه. فقال: ماذا رأيتم؟ قالوا: الآن سوف تراه. فدخل في المسجد فإذا هم متوزعون يحسبون هذا التسبيح والتهليل، فأنكر عليهم إنكارا بليغا وقال: هذا محمد ما بلي ثيابه، يعني لأن هذا في آخر عهد الصحابة عبد الله بن مسعود، يعني أنتم
حديث عهد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أتيتم بهذا الأمر؟ إما أن تكونوا فقتم أصحاب محمد علما، يعني تفوقتوا على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم علما. ومن المستقر عند المسلمين أنه لا يتفوق أحد على الصحابة في علم الدين، ما هو في الزراعة ولا في التجارة ولا نحو، لا، في علم الدين، في فهم الكتاب والسنة. ولذلك يقول: إما أنكم تفوقتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو أنها بدعة ظلماء، يعني وهم يسلمون أنهم ليسوا أفقه من الصحابة، ولهذا يعني امتنعوا عن هذا الأمر. فكل شيء جديد من الأقوال والأفعال والأعياد ونحو ذلك الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون عليه دليل من الوحي، لا بد أن يكون عليه دليل من الوحي، إما من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من قوله، أو من إقراره، أو نحو ذلك. أما شيء جديد لم يفعل فإن هذا مردود، وهو البدع التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: وكل بدعة ضلالة. وهذه من صيغ العموم، يعني ليس فيه بدعة حسنة وبدعة ضلالة، لأنه قال: وكل بدعة ضلالة. وبعض من الناس يأتي بشيء يقول: هذا في الدين، أنا أتيت بشيء طيب، يقول: أنا أتيت بشيء طيب. وذكرت مثال ذلك: الذين يحتفلون بعيد المولد، يسمونه عيد المولد، أول شيء يسمونه عيداً، ثم يجعلونه في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: نحن فعلنا شيئاً طيباً، جعلنا الناس يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الناس يصلون عليه في هذا المجلس، واجتمعنا للذكر. ما هو المشكل في اعتبار هذه بدعة؟ المشكل في هذا أن هذا لم يفعله الصحابة، والصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حباً جماً، فلم يفعلوا ذلك البتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشدهم إلى ذلك. ولأنك إذا فتحت الباب وقلت: أريد أن أحتفل بالمولد، فسوف تحتفل بالهجرة، وسوف تحتفل بالغزوات، وسوف تفتحل تذهب إلى الأمكنة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فتجعلها مزارات. وهذا الذي حصل عند بعض المتأخرين. بعض المتأخرين الآن يرون أن تزور جبل حراء، وهذا الزيارة ليست للاستطلاع، وإنما تزوره من أجل أن يذكرك بتاريخه، ويذكرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي على الرسول. إذن هذه الزيارة المراد منها أن تتقرب إلى الله. طيب، هذا الأمر التقرب إلى الله، هذا ما الذي منع الصحابة منه لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة؟ مكثوا في الأبطح 4 أيام بعد أن انتهوا من العمرة، مكثوا في الأبطح 4 أيام، وجبل حراء يطل عليهم، وليس كلهم شاهد الغار الذي كان يتحنث فيه، فما قال أحد منهم: أريد أن أصعد الغار، أصعد الجبل لأرى الغار. وكذلك التابعون وأتباع التابعين ما فعلوا ذلك البتة، ولا ذهبوا إلى الغار الذي في جبل ثور. ومكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل فيها في أمكنة عديدة، في شعابها وأوديتها، وذهب إلى الطائف وإلى غير ذلك، ما كانوا يحرصون على المكان الذي يذهب إليه، وإنما في الأزمنة المتأخرة وجد من يروج لمثل هذا،
بل ربما سماه بعضهم بالسياحة الدينية، جعلها من الدين سياحة دينية، روج له باسم السياحة الدينية ونحو ذلك. إذن هل هذا، تقول هل هذا بدعة ولا ما هو بدعة؟ قال بدعة لكنها حسنة. يقال ما في بدعة حسنة، يقال ما فيه بدعة حسنة. البدع كلها بنص الرسول كلها ضلالة، وأحيانا يأتون بعبارات يستشهدون بها أن فيه بدعة حسنة، يريدون تخصيص هذا العموم، وهذا الاستشهاد باطل لأنهم ما فهموا معنى النص أصلا. يعني معنى النص الذي قيل هم ما فهموا معنى، ولم يفسر أحد من العلماء النص بتفسيرهم، ولذلك فيه قضية مهمة لا بد أن ندركها، وهذه القضية أنك ترجع في تفسير النصوص الشرعية إلى أهلها. إذا أردت تفسير آية من القرآن فارجع إلى ما قال المفسرون الموثوق به. إذا أردت أن تفسر حديث فارجع إلى تفسير الموثوق بهم، الموثوق بهم أهل القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل قالوا بتفسيرك هذا أم تجد أن تفسيرهم الذي قالوه ليس فيه هذا المعنى الذي أنت تدندن حوله لهوى؟ لأن الهوى أحيانا يجر الإنسان إلى أن يفسر الأشياء حتى يتحقق له ما يريده من الهوى، فلا بد أن نبتعد عن البدع سواء القولية أو الفعلية أو أي شيء لم يكن على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نفهم شيء، وهو أن البدع المراد بها البدع في الدين وليس في الأشياء التي في الوسائل لا علاقة لها بالدين. يعني الوسائل مثل الميكروفونات، مثل بناء مدارس، بناء طرق، هذه وسائل، هذه ليس في المحتوى هو الدين، لكن هذه وسائل لتبليغ هذا المحتوى، هذه وسائل لتبليغ هذا المحتوى. فالوسيلة ما لم تكن محرمة أو مكروهة فلا حرج، أما إن كانت الوسيلة محرمة أو مكروهة فبابها مسدود، أما إن كانت الوسيلة من المباحات والمحتوى ليس فيه تغيير فهذا لا بأس به. ولهذا لا يقال إن مثلا بناء مدارس لتحفيظ القرآن ونحو ذلك أن هذا من البدع أو نحو ذلك مثل ما يقول بعض الذين يجهلون، فإن هذه وسائل مثل الحروب، الحروب كانت بالسيوف والرماح والآن تكون بالطائرات، ما يقول أحد أن الطائرة بدعة ما تقاتل الكفار بها، فهي وسيلة من الوسائل التي يقاتل بها. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.